السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في تحضيرات سناب فود فيستيفال 3. Are you ready? ولله الحمد بعد نجاح المهرجانين الأول والثاني حنبدأ إن شاء الله في المهرجان الثالث، حيكون في شهر يناير 2016. المجال مفتوح لكل الفئات اللي شاركوا والجدد، أهلا وسهلا فيهم. الثيم حق المهرجان الثالث حيكون الأكل الشعبي. الأكل الشعبي، إيش نعني بكلمة الأكل الشعبي؟ أكل شعبي من كل أقطار الوطن العربي، مو شرط يكون في السعودية فقط. بمعنى حضرتك عايش في السعودية بس عندك أكلة شعبية مصرية، أهلا وسهلا. حضرتك في مصر وعندك أكلة مصرية مثلا، أهلا وسهلا. ومو بس، ومعروف عني أنا ما أحب أروح approaching someone. أوكي، الله يحيي أي شخص يكلمني، أهلا وسهلا فيه. عدد الأيام حقة المهرجان المرحلة الثالثة حتكون من 10 إلى 12 يوم. طبعا عشان إحنا تعودنا على المهرجان الأول والثاني، في بعض الشروط بعد إذن الناس اللي حابين يشاركوا حنكتب لكم هي وحنقولها. اللي حابب يشارك يرسل لي على هذا الإيميل إيش حيطبخ، اسمه، من أي مدينة، ورقم تواصل، وإحنا نتواصل معه. ليش بنجهز من دحين؟ because you wanna do something perfect. مو أي أكلة شعبية، نبغى حاجة مميزة، حاجة مميزة. وعشان الموضوع أكلات شعبية ممكن كثير ما حيعرف يسويها، بس إن والد ولا والدة تعرف، أهلا وسهلا. هي تطبخ أنت تصور، ما في معنى. طبعا أهلا وسهلا الناس اللي عايشين برا المملكة، برا بلادهم، أستراليا، أمريكا، whatever، يحبين يشاكروا بأكلة شعبية ترمز لهم. افتكروا قبل فترة كنت بتكلم عن الباخمري، الان انا بعلنها، اللي يعرف يسوي باخمري يا ريت يرسل لي على الايميل ويقول لي كيف حيسوي. طلب بسيط، نبغى ابداعات، نبغى ناس فاهمة، نبغى ناس تساعد وتبغى تساعد بالفعل انها تنشر وعي الاكل الشعبي للناس. طلب البسيط الثاني، نبغى الناس بعد اذنكم ينشروا هذه المعلومة انه للناس اللي يعرف يطبخ في سناب شات واللي يعرف اكل شعبي. صح؟ أوعدكم أنكم إن شاء الله هتشوفوا شيء استثنائي، شيء جدا جميل، شيء جدا حلو، ويا رب يا رب يوفقنا ويوفقكم ويسعدكم يا رب.